بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب الثاني عشر، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة. قلنا بالأمس وقبل الأمس أن البكاء المباح للميت هو بكاء الرحمة، أما البكاء الذي فيه اعتراض على قدر الله أو على حكم الله، أو البكاء الذي يكون بصوت مرتفع وبنياحة وبدعوى الجاهلية ومصحوب بلطم خدود أو شق الجيوب كما يفعل بعض الناس الجهلة، هذا هو البكاء المحرم، وأن الميت يعذب بهذا البكاء إن أوصى به أو كانت عادته هكذا، أما إن لم يوصي به أو ليست عادته فلا يتأثر بهذا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أما النياحة فهي من الكبائر، حرام من الكبائر بالإجماع، والنياحة هو رفع الصوت عند المصيبة، ده تعريف النياحة، يبقى رفع الصوت عند المصيبة ده يسمى النياحة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الثالث بعد المئتين والألفين، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حدثنا أبان بن يزيد حا قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع خصال تظل في الناس متأصلة في عاداتهم وهي من أمر الجاهلية، يعني حرام، لا يتركونهن، يفضلوا إيه برضو متأصل فيهم في عادتهم. أول حاجة الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، ثلاث حاجات تلاقيها إيه متأصلة في الناس يقولونها أحيانا وقد لا يقصدون معناها، زي إيه؟ زي الاستسقاء بالنجوم، يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بالنجم الفلاني، لما النجم الفلاني يظهر يعمل المطر، كأنه نسب حركة النجم إلى المطر، والمطر الذي يقدره الله لا حركة الأفلاك. والطعن في الأنساب زي قصف المحصنات، والشك في النساء بدون دليل، يحدث هذا كثيرا، وبالرغم أن الله سبحانه وتعالى حد فيه حدا، إلا أن الناس أحيانا يقولون، لدرجة أن أحيانا لما واحد يشتم واحد يقول له يا ابن الزني، ودي ممكن بنسمعها كل يوم والتاني في الشوارع، أو ده طعن في الأنساب، طعنه في أمه وفي نسبه، فهذا كله من محرمات الكبائر، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك الفخر في الأحساب، أكرمكم عند الله أتقاكم، يوم هو يفتخر بحسبه وبنسبه وعمله ضعيف ويعتمد عليه، هذا لا يليق على المسلم أنه يجتهد، فإذا كان منسبا يكون هذا حافزا له أنه يجتهد حتى لا يكون سبب العار على أسرته إن كان من أسرة عريقة، فده مش يعتمد عليها ويفعل ما يشاء، لا، ده بالعكس يكون سببا لاستمرار مجدها ولا يكون سببا في عارها وما تعير به. يبقى ايه علينا ان نتخلص من حكاية الفخر في الاحساب، وان الانسان يجتهد مع الله
فإن اجتهد مع الله انتفع بحسبه ونسبه يوم القيامة بالصالحين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالنسب ينفع مع الاجتهاد والعمل والطاعة. والطعن في الأنساب نتجنبه، والاستسقاء بالنجوم، لأن النبي قال بكفر من قال مطرنا بنوء كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح منكم مؤمن وأصبح كافر، من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو المؤمن. والنياحة اللي هو رفع الصوت عند المصيبة، كل دي عادات جاهلية، على المسلم أن يتحرى نفسه فيؤدب نفسه على عدم الالتفات إليها، وأن يأمر وينهى من يجده يقصر فيها. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، حتى يكون هناك فضيحة، علامة لها أنها نائحة. وليه هنا قال النائحة ولم يقل النائح؟ لأن غالب النياحة تكون في النساء، لكن النائح أيضا لو فعل يكون من أشد حرمة من المرأة، لأن المرأة النياحة غالبا ما تكون في النساء. فالنبي لذلك أنفى هذا الأمر هنا، على سبيل الغالب الأعم يكون في النساء، وليس تخصيص الحكم بالنساء دون الرجال، بل الرجال يكون أقبح. والسربال اللي هو ما يغطي الجسد، سربال من قطران، والقطران اللي هو ايه؟ الزفت، القار الذي يسفلتون به الشوارع، يعني تبقى ربنا ينجينا منه. ودرع من جرب، هم اصلهم كانوا الجمل الاجرب كانوا يعالجوه بالقطران، الجمل الاجرب ايامهم، ايام الصحابة في الجيل ايام النبي، يعني كان الجمل اللي يجيله جرب يحطوا على جلده ايه؟ قطران. فالقطران ده كان يعالج الجربان، والإنسان طبعا بينفر من الجربان، فدليل أنها تكون في صورة شديدة النفور، فالناس تنفر من النظر إليها وتنفر من الاقتراب منها عقوبة لها. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة في مؤتة، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، يعني باين على وجهه الحزن صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب. النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أو صلاة العصر في الفترة اللي هو شاف فيها المعركة في وقتها، كان يخبرهم بمن يموت في وقته. مؤتة دي موجودة دلوقتي في الأردن، وحتى مقابرهم هناك شاهد يزار الى يومنا هذا، هناك قبر سيدنا جعفر بن ابي طالب وسيدنا عبد الله بن رواحه وزيد بن حارث رضي الله عنهم، مع بقيه ال 12 اللي قتلوا في مؤتة، في غزوه مؤتة، فمقابرهم هناك تزار. النبي كان يصلي العصر، عادته انه يتوجه للصحابه ويجلس ونزل، كان في اليوم ده يصلي العصر ويدخل ايه حزين حجرته، ويخرج يصلي المغرب ويدخل حزين، وبعدين يصلي العشاء ويدخل حزين، بان على وجهه الحزن صلى الله عليه وسلم. في الفجر خرج متهلل، فلما فرج الله عنه قال لما قتلوا حزنت ثم رأيتهم في الجنة، ففرج الله عنه لما وجدهم في الجنة صلى الله عليه وسلم. فبيقول جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، يعني صائر الباب شق الباب، من صائر الباب شق الباب، يبقى شق الباب دي تعريف. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن،
يعني نساء سيدنا جعفر بيبكوا بكاء لما عرفوا ان هم انه مات لما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بكاءهن فامره ان يذهب فينهاهن، فذهب فاتاه فذكر انهن لم يطعنه، فامره الثانيه ان يذهب فينهاهن، فذهب ثم اتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، بتدعي على الراجل ده يعني مش عاجبه. الرسول حزين ودول حزن وده رايح جاي يقول له يا رسول الله مش عايزين يسكتوا، مش عايزين يسكتوا، مش عايزين، ما خلاص بقى سيبهم وخلاص، أنت قلتهم وخلاص وانتهينا، هتفضل رايح جاي. فستنا عائشة ما عجبهاش تصرف هذا الرجل. ليه؟ لانه لا يليق، انت خلاص مره ونصحتهم مره وخلاص نسيبهم بقى، لست عليهم بمسيطر يعني. قالت عائشه فقلت ارغم الله انفك، والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله من العناء، يعني اتعبت النبي وما نفذتش امره كويس. فالانسان يتعلم الادب يعني. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لآل جعفر، وبعض العلماء قال لك لا، قال له فحصوا في وجوهنا التراب، يعني بعض النبي العلماء قالوا ده رخص لهم النبي، يعني كأنه رخصها لهم، والنبي له أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، ممكن بعض العلماء قالوا كده، لكن الراجح أن النبي لم يقبل ذلك بدليل أن الفحص في وجوهنا التراب. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي، العناء يعني. وعن أبي قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. أم عطية كانت دي هي القابلة اللي بتولد النساء، وهي أيضا المغسلة التي تغسل النساء، وهي أيضا التي تزف العروس لزوجها تزينه، يعني كانت امرأة يعني لها الأمور المتعلقة بالنساء كانت هي متخصصة فيها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فستنا أم عطية دي رضي الله عنها وأرضاها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة، لأن النبي بايع النساء لسه أرينها في سورة الممتحنة الآن، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، يعني الشك من الراوي. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. أم سليم دي أم أنس بن مالك خادم النبي، ستنا أم سليم اسمها الرميصاء. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
ولا يعصينك في معروف. قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلابد لي من أن أسعدهم أجملهم. يعني كانوا في الجاهلية ييجوا في مصايبي ينوحوا معي، فأنا برضو عايز أرد لهم الجميل ده، فاستثني لي دول يا رسول الله. إلا آل فلان. دي مين؟ أم عطية. إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، يعني جم حزنوا معي وناحوا معي على إيه؟ مصيبتي. فلا بد لي من أن أسعدهم، يعني أجاملهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، دليل أن له التصرف في الأحكام، يخص من شاء بما شاء من أمتي الأحكام صلى الله عليه وسلم. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. واتباع الجنائز مكروه عند الشافعية وليس محرم. يبقى اتباع الجنائز للنساء ليس محرما، بخلاف الوهابية بيعتبروه كمان ايه؟ من كبائر، عظام الكبائر. لم يقل احد انه كبيرة من الكبائر الا الوهابية، لكن المالكية عندهم جائز طالما تراعي ايه؟ تراعي اداب الجنازة، لا بأس ان المرأة تذهب وتتبع الجنازة. لكن الشافعية عندهم مكروه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. شوف، ولم يعزم يعني لم يشدد، فدل على انه مكروه. فالشافعية قالوا بالكراهة. واهل المدينة كان النساء يتبعن الجنائز، فالامام مالك عنده جائز لان وجد ان عمل اهل المدينة ان النساء بيتبعن الجنائز بلا نكير من جيل الصحابة، فعند الامام مالك لا شيء فيه. بس المرأة عليها ان تراعي الادب، مش في الجنازة بس، أدب الاختلاط مع الرجال عموما، تبقى ساترة نفسها وترعي أدب أيضا المصيبة، فلا تنوح ولا تلطم ولا تفعل ما لا يليق. كل ده لأن لو فعلت هذا يبقى المشكلة مش في الاتباع، المشكلة في السلوك نفسه، يبقى عليها أن تراعي السلوك نفسه. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. وعنه به قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شوف، ولم يعزم علينا يعني مش حرام، يعني كأن النبي بيقول لهم الأفضل ما تتبعوش الجنازة أحسن، لأن الجنازة بتحتاج حمل وانتم مش هتحملوا، وبتحتاج دفن وانتم مش هتدفنوا، طالعين تعملوا ايه؟ فهمت ازاي؟ يعني مفيش وظيفة معينة هتؤدوها، انما الرجال هم اللي بيحملوا الجنازه وهم اللي بيدفنوا، فما فيش داعي للخروج. يعني كان النبي كان يقولها بغير عزيمه يعني. لكن خد بالك ان برضو المصيبه ساعات بتدفع الانسان انه مش قادر يتحمل انه يقعد والجنازه خارجه، لانه ده حبيبه اللي ميت. فالنبي راعى هذا الايه؟ الشعور البشري المعتاد. يبقى ابوها خارج مثلا وعايزه تخرج، زوجها خارج اللي عاشرته مثلا 30 سنه مش قادره تقعد، عايزة تمشي معاهم في الجنة، خلاص النبي رعى هذا، عشان كده لم يعزم عليهن شفقة على الناس، لأن إيه؟ تأثر الناس بالمصيبة يجعلهم يحتاجوا إن هو في بعض الرخص بقى، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم، عشان كده لم يعزم عليهن. يبقى العزيمة ألا تتبع الجنازة، العزيمة والرخصة لها أن تتبع مع مراعاة الأدب. يبقى اتباع الجنائز للنساء رخصة، رخصها الشرع مراعاة ايه؟ لأثر المصيبة على قلب الإنسان. لكن أهل العزائم يقعد، تقعد في بيتها أحسن، لأن لا وظيفة تؤديها في اتباع الجنازة، لا تحمل الجنازة ولا بتدفن، فخرج لي تزاحم الدنيا بس وتزحم المرور، خصوصا أن الطرق في وسط القبور بتبقى ضيقة، فبتزحم نفسها وتزحم الناس. عشان كده الامام الشافعي كلمة ولم يعزم عليهن علينا، ولم يعزم علينا دي خلت الامام الشافعي يقول ايه؟ انه مكروه وليس حراما. والامام مالك لما رأى ان النساء اهل المدينة بيتبعوا الجنائز فجعلها مباح مع مراعاة الاداب كما قلنا، لان لم يقل احد انهم يتبعن بالنياحة، محدش قال كده. وان كان بعض العلماء قال وتمنع الشابة، تمنع الشابة من اتباع الجنازة اللي هي لسه ما اتجوزتش وتكون لسه ايه هيئتها جميلة،
حتى لا تفتن الناس وتفتن نفسك بالاختلاط، فتمنع الشاب. في بعض المذاهب قالوا كده، حتى من أباح قال تمنع الشاب. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب في غسل الميت. معلوم أن الميت يجب في حقه عدة أمور، يجب تغسيله ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه ويجب دفنه. عندنا أربع حاجات واجبة نعملها للميت. حكم هذا الوجوب إيه؟ قال لك فرض على الكفاية. يبقى الأربع حاجات دي فرض كفاية، يبقى غسل الميت فرض كفاية والصلاة على الميت فرض كفاية وكفن الميت فرض كفاية ودفن الميت فرض كفاية. واضح؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن لو امتنعت كل الناس يأثم كل المسلمين. واضح؟ هذا معنى فرض كفاية. باب في غسل الميت. والواجب في غسل الميت مرة، الواجب في غسل الميت مرة، ماء يعني ايه يعمم بدنه مرة واحدة. والواجب في ستر الميت في كفن الميت ثوب واحد يستره كله من رأسه الى قدمه، خلاص ده الواجب، اقل الواجب يعني. والافضل في غسل الميت الايتار، يبقى وتر، يبقى ثلاثة. كويس؟ فإن لم يحدث الإنقاء بثلاثة، كان جسده ملطخ بنجاسات وحاجات من دي بسبب مرضي أو بسبب حادث أو شيء من هذا، يبقى عليه أن يغسله حتى ينقيه من النجاسات الملتصقة به. فإن زالت فتم الإنقاء في شفع فعليه أن يوتر بواحد، يسنى أن يوتر بغسل. يعني افرض تم الإنقاء بأربع غسلات، يبقى يسنى أن يوتر بخامسة. تم الإنقاء بثلاث غسلات يبقى يكره الزيادة لأنه إسراف. واضح؟ باب في غسل الميت. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قيل انها زينب وده الراجح، وقيل انها ام كلثوم، ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر. يبقى النبي بدا بالثلاثه، يبقى ايه اقل الكمال؟ ثلاث، اقل الكمال ثلاث. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن، يعني إن لم يتم الإنقاء بثلاث يعني زودوا، ولكن تقفوا على وتر. يغسلوها بإيه؟ بماء وسدر. والسدر اللي هو حل محله الوقت الصابون. السدر ده كان عبارة عن نبات النبق، شجر النبق، كان بيخرجوا منه عصارة كده يعملوها زي البودي شاور، زي الشامبو كده، تعمل تراغي تنظف. ده من شجر النبق. الوقت حل محلها بقى الشامبوهات والصابون والحاجات دي كلها، تبقى ما فيش مشكلة. بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، آخر شطفة تحط شوية كافور لأنه بيجمد جلد الميت فلا يسرع التغير فيه. فإذا فرغتن فآذنني، دل على أن النساء يقمن بتغسيل النساء. أم عطية غسلت، ده هو ده. وهل يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذا الزوجة أن تغسل زوجها؟ المرأة لها أن تغسل زوجها بالإجماع. المرأة إن لم تجد رجال يغسلوا زوجها فالمرأة لها أن تغسل زوجها بالإجماع. كويس؟ طيب وهل الرجل يغسل زوجته؟ الراجح عند الجمهور أن الرجل له أن يغسل زوجته، ولكن الأحناف قالوا أن الرجل لا يغسل المرأة زوجته. واخد بالك؟ وأهل الكوفة من الفقهاء.
يعني المرأة يغسلها النساء. سيدنا علي غسل ستنا فاطمة زوجته، سيدنا علي نفسه هو اللي غسل أمنا ستنا فاطمة النبوية، أم سيدنا الحسن والحسين زوجته، وهو الذي كفنها بيده وصلى عليها ودفنها ليلا ولم يخبر أحد صلى الله عليه وسلم جميعا. نسألهم، قال لك لأن الرجال بيقوموا بهذه الخدمة، فما فيش داعي إن احنا إيه نجعل المرأة يعني. قالوا المرأة لها أن تغسل زوجها، لكن الرجل لا يغسل المرأة لأنها انقطعت العلاقة بالوفاة يعني، بيعتقدوا هذا. لكن على أي حال هو أمر خلاف مذهبي يعني، الأمر واسع يعني. يعني لو رجل ماتت منه زوجته وصمم إنه هو اللي يغسلها، خلاص سيبه، بسيطة يعني، ما تعزمش عليه وتقول له كده حرام وهتروح في داهية. الدين واسع سهل، ولو امرأة صممت تغسل زوجها خلاص سيبوه، سيبوها، الأمر واسع. لكن العادة إن تملي الرجل لما بيموت بيغسلوا الرجال، والمرأة لما بتموت بيغسل النساء، وده العادة. واضح؟ ده الأمر المستقر يعني. لكن افرض إن هي كانت في بلد أجنبي غريب وراحت مع زوجها بتعالج ومات زوجها هناك وهي بس اللي موجودة معاه، ساعتها هي اللي تقوم بالتغسيل وما يجراش حاجة، الأمر واسع يعني. لكن لو في بلد المسلمين وحواليها قرايب ورجال موجودين، خلاص تسيب الرجال هم اللي يقوموا بالمهمة، فالأمر بسيط يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أم عطية دخل علينا صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبروني أنكم خلصتوا الغسل، فلما فرغنا آذنا يعني أعلمنا، فألقى إلينا حقوه اللي هو إزار النبي يعني، ألقى إزاره اللي هو كان يلف على وسطه الأسفل، فقال أشعرنها إياه، يعني خلوه ملاصق لجسدها، أشعرنها يعني ملاصق لشعر البدن، يبقى هو الطبقة الملاصقة للبدن. وفيه هذا دليل على التبرك بثياب الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن هو تلف بثوب مس جسده صلى الله عليه وسلم. وأشعرناها الشعار اللي هو ما كان ملاصقا لشعر البدن، يبقى الطبقة الأولى اللي يسموه احنا الوقت الغيار الداخلي، كويس، بنسميه احنا الوقت الغيارات الداخلية. وعشان كده النبي كان يقول ايه، الأنصار لي شعار والناس لي دثار، يعني الأنصار ملاصقين ليا، فكان الأنصار يحبوا قوي الكلمة دي من النبي، يقول الأنصار أنتم لي شعار والناس لي دثار، كان يقول للأنصار كده، شعار يعني أنتم الملاصقين لجسدي، والناس بقى بعد كده دي الزينة الخارجية وخلاص ده منظر، لكن أنتم اللي ملاصقين لي. فكان الأنصار يعتزوا بهذا جدا رضي الله عنهم جميعا. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، يبقى ايه، مشطوا شعرها وهي ميتة وعملوا لها ثلاث ضفائر، ضفيرة من وسط الرأس وضفيرة على اليمين والشمال. فاستدل الشافعية على استحباب تمشيط رأس الميت وضفره، وكذلك المالكية، وذهب الأحناف إلى كراهة ذلك وقالوا يسترسل ويترك. واضح؟ يبقى واحد عايز يمشط شعر الميت مفيش مانع، الجمهور قال كده، واحد قال لك مالوش لازمة خلاص ما يجراش حاجة، الأحناف قالوا كده، فالحكاية مش قضية كبيرة يعني. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا
قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني شعرها. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا قال وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن حازم محمد بن خازم بالخاء المعجمة محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دي الرواية دي رجحت أنها زينب، لأن بعض الشراح في الرواية الأولى قالوا زينب أو أم كلثوم، فالرواية دي رجحت أنها زينب، واضح؟ وربما عملت كده مع زينب ومع أم كلثوم، ربما تبقى تعددت. ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورة أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، القرنين يعني الجانبين والناصية اللي هي وسط الرأس. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهنا استدل العلماء اللي هم الجمهور على الأحناف باستحباب الوضوء أولا للميت، نوضي الميت الأول، يعني بعد إيه ما نزيل أثار الأقذار اللي على جسمه نبدأ بالوضوء مواضع الوضوء، وبعد ما ننتهي من وضع الوضوء نعمم البدن بالماء ونبدأ بالميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، فهي أدي طريقة الغسل. يبقى الأول نزيل الأقذار المتعلقة في البدن والمواضع اللي زي الإبط والمواضع اللي زي أعلى الفخذ وحوالين العورة، كل الحاجات دي نبدأ بها بدون أن نلمسها مباشرة، بل نضع ساتر ويلبس ويلف المغسل ساتر على يده ويضع يده من أسفل الساتر، ثم بعد ذلك يصب الماء من فوق الساتر حتى لا يعرى الإنسان بعورته، واضح؟ وبعدين ينظف الأماكن اللي هي متوقع أن فيها أشياء نجاسات زي المخارج بتاعته، مخرج البول مخرج البراز أعلى الفخذ، الأماكن اللي هي تكون متنية زي الإبط زي تجاعيد الرقبة، الحاجات دي كلها بتبقى ساعات فيها بعض الأوساخ خصوصا لو طال مرض الإنسان قبل وفاته. بعد ما ينتهي من هذا يبدأ يوضيه، كويس؟ مواضع الوضوء. بعد ما يوضيه يعمم البدن بالماء من جهة اليمين أولا ويبدأ بالأعلى ثم الأسفل ثم المياسر بعد ذلك. سهل الغسل، سهل الغسل إن شاء الله، يعني نموت ونستريح وتغسلونا كويس إن شاء الله تبقى سهل، لأن دي أمور من حق الميت إنه لازم يجد من يغسله وإلا يتأذى أذى شديد، والأمور مش معقدة
يعني الامور مش معقدة. افرض ما وضهوش وغسله كله وما بدأش بالميامن وما عمل صحيح، لان احنا قلنا اقل الغسل ايه؟ تعميم البدن بالماء ولو مرة وانتهينا، سهلة. لكن احنا اللي بنوصفه لك دي الطريقة الاكمل. وبعدين اما يشطفوا يخلي الشطف وتر، والشطفة الاخيرة يحط فيها شوية كافور او شوية ايه انواع من الطيب، حنوط يسموه الحنوط، اللي هي ايه طيب الموتى. واضح؟ سهلة بعد كده. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويستحب من غسل الميت أن يغتسل، يستحب له ولا يجب. من غسل الميت يستحب له الغسل من غسل الميت، يبقى نفس المغسل يستحب له ان يغتسل بعد غسله. فان لم يستطع الغسل يبقى الوضوء يستحب في حقه الوضوء، بل قال الحنابلة يجب الوضوء من غسل الميت. الحنابلة قالوا يجب الوضوء من غسل الميت ويستحب الغسل من غسل الميت. واضح؟ يبقى العلماء اجمعوا على استحباب الغسل من غسل الميت، واختلفوا هل الوضوء يجب ام لا يجب، فذهب الحنابلة إلى وجوب الوضوء إن لم يغتسل. وباقي العلماء قالوا الوضوء أو الغسل الاثنين مستحبان لمن غسل الميت. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وكده بقى غسلنا الميت، إن شاء الله نكفنه بكرة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.